اليوم رح ندرس إشي اسمه بالإنجليش Diagraphs، وبالعربي بنسميه اللي هو الحروف المركبة. الحروف المركبة عنا أول تركيب رح ندرسه TH، TH يا إما بنلفظه إذ أو بتلفظه إذ. إذا كان بآخر الكلمة غالباً بلفظه إذ، في كلمات طبعاً بنص الكلمة وبلفظه إذ، بس أنا بحكي عشان إنه أسهل عليكم. في كلمات شواذ مثل with بقرأها بالإذ. عندي both b o th both n o r th north b a th path t o th tooth t o th tooth. طبعا هاي الـ double O إلها صوتين، فرح نحكي عنها بفيديو منفصل ليش إحنا بنقرأها هيك أو هيك. طبعا غالبا نرجع إحنا للديكشنري حتى نعرف اللفظ الصحيح إلها. طب لما تكون إذ نعطي أمثلة مثل ذ إير ذير إذ إير ذير. طبعا كمان هون الـ I الـ E لأنها إجت معها R إير إير لفظها there is a it that is this this done if a is are father father اللي هو أب. هنا إذ التقط. عندي كلمة ال ph ph شو بنلفظها؟ if مثل كلمة photo photo أو photo photo. عندي كلمات elephant a l f a n t elephant. طيب عندي التركيب اللي بعده c h c h بقرأ ch 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 a r chair chair ch a o d child. طيب هيك احنا بنتهجى طبعا بالمرة عم نتعلم التهجئة تهجئة الكلمات الصحيحة. طيب عندنا التركيب اللي بعده لو اجى عندي الاس اس اتش اس اتش شو رح نحكيهم مع بعض؟ هدول رح نحكي انهم ش صوتهم ش ش هدول بيحكوا لل دايما بيحكوا ش يعني اسكت. فعندنا ف اش فش اش فش د اش دش تشن. عندي التركيب تي اي او ان شو بعمل؟ تشن تشن. طيب نحن ناخذ مثال مثل كلمه ست ا ستي 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 شن ستي ستيشن اد يو كي شن education معنى تعليم وستيشن بمعنى محطة. طيب ناخذ كمان تركيب. طبعا هاي التركيب انا اخذت في تركيب كتير عنا بس انا اخذت التركيب اللي بياخذوها اطفالنا الحلوين اللي بياخذوها اطفالنا الحلوين بالصفوف الاولى. عندي التركيب اللي بعده s i o n s i o n شو بيعمل؟ جن جن. لو أنا شفت هذا التركيب كله مع بعض بقرأه جن مثل كلمة تيلين تيلين فيجن تلفزيون أو فيجن فيجن. اللي بعدي دبليو اتش عندي يا إنه بقرأه و يا إنه بقرأه ها. إذا هون ال H بتصير silent وبقرأ صوت ال W what 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 weather weather. وهون كمان عندي ال TH إجت weather weather. عندي هون بدي أقرأها بدي أقرأ صوت ال H مع ال O ال W silent بتطيني who who whole whole معنى كامل. هاي كان درسنا اليوم. استنوني بدرس جديد حتى نتعلم القراءة الصحيحة باللغة الإنجليزية وأسهل عليكم إن شاء الله القراءة.
أنا بعطي طبعا للصفوف الثلاث أو الأربع الأولى حتى يتعلموا القراءة. طبعا باخذ الكلمات من الكتب تبعتكم حتى أسهل عليكم. استنوني فيديو جديد وما تنسوا تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا لكم. وطبعا أي إشي بدكم إياه اطلبوه، اشرحوا عن الصفوف الثلاث الأولى.